في حلقة جديدة وقد تكون الأخيرة في موسم الرياكشنات مع نادي أرسنال. هل تكون البداية نحن نحلم ونصدق ونحلم إن النهاردة هنبقى أول دوري ولا تتقفل بدري بدري ولا إيه؟ أنت فيل يلا في. طب شوف بس خفتك قدام برايتون بس. كنت كان نفسي اجي خفتك بس اقعد على جنب بخفتك. هيعدولنا الماتش ان شاء الله بتاع توتنهام. هيعدولكم الماتش. نورنا يا شباب. نور كابتن مصطفى منير. طبعا الرزيعه القديمه عارفه ظهر معانا قبل كده حبيبي يا مار. وارسنالاوي من القلب. بص بقى الشغل والتيشيرتات النهارده احنا جينا كتير عشان ايه اللي هيتكلم يديله على وشه. نادر الارسنالاوي الكبير جدا كابتن زياد طبعا باين ميولو. عمر جاي. عمر جاي وعمر جاي صح عمر جاي عمر جاي عارفين بعض. عمر جاي ان شاء الله. استاذ مهند فرحان بالفوز. لا ولا فرحان ولا حاجه. ليه بس انت تعيس مكتوبني عمل واجب والله. ده شكله عمر خالد. عمر خالد اهو. عمر خالد اهو. مستناه عشان نشوف ايه التوقعات. طيب ناخد التوقعات سريعا. انت قلت كام يا لك؟ انا قلت 3-1 سيتي. 3-1 سيتي. بس انت قلت صح. رايي هو ده الماتش. هو ده بحبك. صدقني هو ده بحبك من قلبي. كام؟ 2-1 ارسنال. الله اكبر. انا قلت كام؟ قلت 1-0. قلت 1-0 ارسنال. انا قول كابتن هالاند. انا شفته. لا انا عسل يا كلب يا عميل. 3-0 6 3-0 6 ايه اللي بيضحك؟ انا عايز اعرف ايه اللي بيضحك. مشجع ارسنال بقول لك 3-0 سيتي. 2-2 بقى قال 3-0 اديله 6-0. 2-2. طب حلو. حلو دي مش وحشه للاسف. عشان رودري بس. عشان رودري. عشان رودري بس. استاذ مهند 1-0 ارسنال. احنا على فكره احنا وائل منتج الحلقه دي. طب قول اي حاجه. عايز يكمل. عايز ياخد علاوه. وائل هاته دلوقتي. قول مروان عايزك انت تمنتج الرياكشن ده. اه باين. لو حصلت يا مهند السيتي. السيتي ما بيطلعش ثلاث ماتشات رياكشنات. اه يعني عايز زياده في الفلوس. عايز كده يعني. التبديل الاول اللي بيدخل بازوكا. اقعد اقعد هنا. اقعد هنا بيه. لا مايلو ما تخافش. انا هدوس على ديلك يا مايلو. ما تخافش ما تخافش. اديله المايك بسرعه. كام جاب البازوكا؟ 7-2 للسيتي. خش يا مهند قوم رجعه تاني. اوبا يا خرابي. عدت على لا ما عدتش. يا لهوي يا مايلو يا خرابي. ضيع ايه على كده؟ بس ساكا هيفرق. هيفرق هيفرق. لا ساكا هتقول لي على ساكا؟ هو لو ساكا كان بيلعب كان زمانهم 7-2 للارسنال. اه على فكره لو كان ساكا بيلعب ورودري زي ما هو مش موجود كنت هقول لك انت هتكسبه. انا بس احب اقول لكم حاجه بس عشان بمناسبه العبث اللي بيحصل ده. أيوه. ساكا اللاعب الوحيد اللي وصل لخمس اسيستات وخمس تجوان في الدوريات الاوروبيه كلها. برافو عليه. انا بس بدي ارقام. ايه الرقم يعني؟ ايه الرقم؟ اه سقفوا له يا جماعه. عادي ده عادي. ايه اللي عادي كده؟ ساعه ده رقم عادي باين جهلك. قول ده رقم اقل من العادي. اول لاعب في اوروبا يا جماعه. اول لاعب في اوروبا يجيب خمس تجوان يعمل خمس اسيستات. جامد قوي يعني. هتلاقي واحد تاني جايب 6-4 مثلا. بالنسبه لبلينجهام ايه ده يعني؟ يعني ايه يلا لاعب شامل. السلام عليكم. السلام عليكم. ساتر يا رب. انت قلت كام؟ كام 3-0 للسيتي ان شاء الله. وايه موضوع 3-0 ده؟ ايه مش عم شايف مجمعين عليه ليه؟ يا سلام. اهو 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 دي جول. دي جول. انا مضيها كده. مش للجون اصلا. انا مضيها كده. يلا 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 يا جماعه. والله العظيم والله العظيم بدايه النهارده وكانت في السوبر وكسبناكم في السوبر بدايه الاوفح. ماشي. هي هتبقى ان شاء الله خير يعني. كسبناكم بقى وبننافس بجد بقى. مش كل مره كده. مش كل سنه كده. كل حاجه وليها نهايه يا عم عمر. ايوه اتكلم بالله عليك. اللي لابس شيرت السيتي هناك ما تكلمنيش. دي اللي بقى لها 12 ماتش ما حصلتش صح؟ الدوري كسبانينكم في السوبر. انا كمان دوري. اتفرج على الجون الاول. انت عارف ان اتفرج على الجون الاول هيفوتك. لو السيتي كسب النهارده يبقى اكتر فريق كسبه متتالي 13 ماتش. اه يا عم ماشي. هم جامدين علينا. رجعت من بقي مش عارف ازاي. يا مروان الرقم ده وحش قوي ولد. يا ولد يا ولد على الروح. تتخطف دلوقتي جون. يلا يلا اقسم بالله انا مبسوط ان تروسرد بيلعب بغض النظر بقى عن الظروف. لا هو لعيب جامد. لا الواد ده بيخلص. انا بحبه جدا على فكره والله. والله العظيم واد قدام برايتون جامد ب 100 مدرك. انا كل ما اتكلم تضحك ولا ايه؟ لا بعبر عن حاجات داخلي. انت بتشجع مين يا بازوكا؟ المفروض انت ارسنال طبعا. لا ارسنال طبعا. طب عدو انت جوارديولا اكيد. مش فاكر جوارديولا. مش عايز الدوري يهرب. عايز كله يفضل قريب عشان افضل مبسوط. انا اصلا بشجع توتنهام فما بجد. اه والله بجد. فكله يبقى قريب من كله.
اول دوري على فكره. لا انا مش بشجعهم، اللي هو مشجع لتوتنهام بقى وفاهم، بس تميل ليهم. ليه بتعملوا كده؟ ما انا ايام حسام غالي بس يعني من زمان قوي، من ايام برباتوف وروبي كين والناس. نقول الاهلي تمام تفهمه، بس مش اكتر. لا من كده. لا انا بحب روبي كين وبحب الناس، بحب روبي وكنت كين. بحب ميدو هناك طبعا، سبت هنري وروني لا خلي بالك انا بالنسبه لي انا لا انا بحبهم كلهم. انا الفكره في انجلترا ما بشجعش حد، بستمتع. حسام غالي وميدو وفاندر فارت الجيل الذهبي. ايوه يا ريت تجوا من ناحيه زينشينكو بالله عليك. بس امان اول ربع ساعه عدت على خير. مين جون بقى؟ هي اول ربع جديد بتضرب فيه بالقلم ده. ادخل في جون من المشكله ان هو احنا يعني بنقلده. شيل واحده هي لعب طويله فيفا ده، لعب طويله وجبه باثنين وبثلاثه يجي فيها لعب طويل. اصلا مش فاهم البلد والله العظيم ما ينفع كده ابدا 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 ابدا. اخسر ماتش بالهاتل ده ماتش فجير قوي فنيا. غلط غلط والنبي يا جدعان، هتيجي مره واحده، هتيجي مره واحده، هتيجي مره واحده يا راجل. يا راجل وحشه قوي، بعيده قوي. مش عارف عايزه مهاجم، عايزه مهاجم. بس كنت عايز اقول لك انا ما قلتش قوي عشان كيتيا. ايه ده الحكم ده بقى؟ ايه الحكم ده بقى؟ حكم بقى عاليه رجله، عاليه رجله، عاليه رجله، عاليه. ايه الوساخه دي؟ رجله عاليه احمد مباشر يا كابتن. لا ده بيضرب جامد قوي يا عم، ده ايه القرف ده؟ رجله عاليه، رجله عاليه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ والله العظيم دي تكسر بيه. دي كانت هتفرق قوي. مش عملكش حاجه برضو يعني، الراجل حد دخل فيفا يعني بصراحه مش حاجه. تستاهل يعني، تستاهل جزء منها، يستاهل طرد يعني. جزء منها ايه؟ جزء منها دي يعني جزء منها اكبر يعني انها تستاهل طرد. قول مستاهل، ما تبقاش طالع من زورك. جزء منها ايه؟ يا لا شفت الاحتمال الاكبر انها شفت جوارديولا هو كلوب قصدي هو رايح للمدرب الثاني بتاع برازيل بيقول له ديزيربي، بيقول له معلش انا عارف ان هي بينالتي بس يلا مش هحسبوها. طيب خطوه يعني كلب. يلا معلش حاجه. انت شفت حصل فينا ايه؟ يعني بيتحكلوا فظيع وراح يواسي الجهاز كله الناحيه الثانيه. يا جماعه معلش والله شايفها يحسبها. انت دخل كل ماتشات حسب الدنيا. بس بس يا ابني هو ده حد يشجعه؟ ايه ده؟ ده تاني انذار. ايه اللي نو نو؟ ايه اللي نو؟ هو ايه اللي نو فعلا؟ ايه اللي نو؟ وقف يلا اللعب. انا مش فاهم والله العظيم، ده تاني انذار يا جدعان. شوط الكوره بره، شوط الكوره بس بره. هي دي فعلا فيها حاجه؟ انا مش حاسس ان فيها. ايوه يا معلم ضرب والله. احساسي ان ما فيهاش حاجه، فيها تحايل. فين الفار بقى؟ ايه يا معلم؟ ايه يا معلم؟ ايه يا معلم؟ انذار مليون في الميه. انا اسف والله ما شفتها. ده يا باشا رايح على رجله اصلا. بص طرد يا باشا كونفيدنشال دي 35 والله. لازم يوقفوا، هي كوبي بيست اللي فاتت. لا لازم يوقفوه. مشكلتي في الارسنال مين اللي هيجيب جون؟ يلا بقى يلا بقى شوت. وانا مش عايز اشوت يا معلم. اخر بدري اديله بدري. رحت بصيره في بقه. يا راجل شوت يا راجل. صح يلا ريس، صح يلا ريس يلا. ايه المفاجات الحلوه دي يا عم عز؟ مش كنت قريب من المعادي هنا فقلت اما اجي اتفرج على الماتش بتاع الاهلي والاسماعيلي. اهلي واسماعيلي. هو شاط على الجون من الفرقتين صح؟ شو ده صوت؟ يلا قاعد في الاول كورتين. اول طب يوطي، طب يوطي لابسها بره. اوف طب يوطي مين الواد ده؟ لا الراجل ده يا جدعان ولا انا الواد زينشينكو ده ولا ليه اي ثلاثه. بص هالاند وطرها ازاي؟ اعفن لعيب في الفرقه. ده ما لمسهاش، ما جاش الواد. مش شايفها، مش شايفها، مش شايفها، مش اعفن لعيب. هو مش شايفها، مش شايفها. هو يا جماعه ازاي كده يا جدعان؟ مش شايفها، مش شايفها. يا ريتها كانت جت في ايده يا اخي. كان نفسي والله تحس، ما كانتش هتحس. احقر من انجمه اوكرانيا. صح، احقر من انجمه اي حاجه. صحيح. يلا يلا مع صوت الجمهور. يلا واحده خطفه في الشوط ده اقسم بالله نقلب الدنيا، نقلب الدنيا. سيبها من التوب سايد يا غبي. يا عم بقى يا غبي يا بهيمه يا غبي بقى. والله العظيم ولا يعني احنا فاهمين وهو لا والله ما بتهزليش شعرنا. لا هو بيقول له سيبها لي غبي والله ولا اكنه ولا حاجه. بس الجمهور ما صدق اول ما الحاجه مصفر كله قام والله. واحنا هنقوم يلا نقوم الشوط خلص. صدقنا مره اخرى مع غلطات رايا في اول الشوط ونزول جابرييل مارتشينيلي والاهم ان بيرسي تو عملها. صحيح.
رياكشن الاهلي والاسماعيلي وارسنال ومانشستر سيتي. هو قال التماس للفيل؟ انا سمعتها كده. هو قال التماس للفيل؟ لا مش لا. هو فودن هو بجد بنقول كده؟ للفيل فودن يقصد يا عم فودن. لا لم نفسك لم نفسك يا ولد يا ابن اللعيبه. نزل عمل قلق والله العظيم نزل عمل قلق. استاذ مايلو احساسك ايه وهذه الجماهير العريضه بيتناولوا الاكل امامك؟ مين ده؟ مين ده؟ مين؟ هو ده. مين؟ جدع. صحيح يا جدع. هل ده هل ده معناه ان حضرتك جعان جدا؟ قوي. ها مين؟ مين؟ جوين سمايل. مين ده؟ ها مين؟ قوي غريب. معلش بص الضرب بص الضرب بص الضرب دوس عليها لا فودن اسهل فيه يا عم. ايه ده؟ العب يابا. هو ده عادي اللي بيحصل ده؟ يلا بقى يلا بقى يلا بقى وحش 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 هتضيع وهو وسط اربعه وحش يا جدعان. هو وسط اربعه عايز ابو اللي خلاك مهاجم يا عم. وسط اربعه ايه يا عم؟ استلم شوط على جدع يالا. اقسم بالله انت فرقعه بكوره. انت فرقعه بكوره. ايه ده؟ صح يا ريس. انا عمر صح. ايه الكوره بتترد يا عم؟ معلش يا عم بيحاول بيحاول. بدلك بدلك. ايه ده؟ اوعى اللاطو اوعى علاته اوعى علاته. سيب سيب يا راجل من بدري يا راجل. الحمد لله يبحث وكر عن المفتاح. يلا يلا للتنين. يلا يلا وعلى وشه الغبي. غبي ما تجيش تموت. ما بلاش 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 عشان ده لو قلع التوك انت فاهم ايه. يلا يلا التوك هتبقى وحشة على نفسه يا ولد. ابن اللعيبه يا ولد. حلوه حلوه. خش بقى خش بقى خش بقى. مش ممكن يعني مش ممكن. قربت قربت ودى ثلاثة. لا مفيش حاجة. العظيم فرق فين كاتيا بقى؟ فين كاتيا؟ شوت يا يعني ايه بعيد قوي يا اوديجارد ليه؟ طيب انا عايز اقول لك على حاجة. ما هو الوحيد اللي بيحاول لوحده ماشي بس يخش يعني بتبقى فيها فكرة. لا الارسنال بيهاجم بنص لعيب يا ريس يا بطل. انا من كتر ما انا زهقان لو السيتي جاب جون انا هحتفل. انا مش عايزهم يكسبوا. انا عايز اي جون وخلاص. اطلع ايوه بزوكا. اي اطلع جنب بازوكا. تعال اطلع فوق. تعالي. اطلع فوق اطلع. انت وشك حلو يا لالا. يا لالا عارف انت في لعيبه على الدكه مبطله الدكه كتير بتنام. احنا ممكن ننام كلنا عادي يعني. يا صفر صفر يا واحد صفر العصر. بس احنا كنا ضاغطين. احنا مش ضاغطين. ما انا شويه بقى شويه وشويه. احنا كده فاضل 7 دقايق. فانتوا بتلعبوا اول ربع ساعه واخر 10 دقايق. بس انت هو السيتي لو خد الكوره مش هيديها لك. خلاص خلاص. هو لو خدها المره الجايه خلاص لو مسكها يعني اللي هو ايه بالظبط. خلاص لو مسكها بقى ده لو مسكها بقى بس ريح حلوه. شوف جول يا ابني جول. لو وصلها يا ابني يا لهوي ولا اي حاجه. ليه بنحنكش كتير؟ يا لهوي ده كان في باص الرئيس ما راحتش الحمد لله. ايه ده؟ لا لا هيشوف 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 حاجه. ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه ما فيهاش اي حاجه ان شاء الله طبعا يعني ان شاء الله ما يبقاش في حاجه. يا حسن ما اعترضش. والله بلنتي بلنتي والله العظيم بلنتي. قول يا شوف بلنتي يا باشا في رجله. بلنتي الحاجات دي باللمسه يا جماعه. والله العظيم في رجله. في حاجه اسمها يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب. يسطا حسبوا محترم. يلا 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 توميوسو ولا ايه؟ سلمها له. هافرت كاي هافرت اعمل حاجه. بوم ديفليكشن. يا حبيبي قلت لك انا عايز اعمل ايه؟ باه ديفليكشن. انت عايز تعمل ايه؟ باه. لا اكي اخد طلقه في وشه دماغه فعلا.
بص بص صلاح بص صلاح بص اي بص بص هيد شوت ومات برازيلي وابيض ارقص صامبا ايه ايه اوه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ارتيتا ثلاث تبديلات ايه ده يا ارت ده ايوه اهو جاب لك والله العظيم جايه والله العظيم جايه جايه يا اقرع يا ابن الاقرع انت على فكره انت عايز جون تاني عشان تبقى اول مرتين السيتي على وشك مرتين ورا بعض على وشك بقول لك ايه انت عايز جون تاني عشان تبقى اول مش عايز يا عم مش عايز يبقى اول يا عم انا اول دوري على مين توتنهام دول هم اول دوري وانا يحسبوا اما انا ماليش دعوه انت مش بتعمل ايه هو كده كده ولا دول هياخدوا الدوري ولا دول ادي دوكو ادي دوكو ادي دوكو ادي دوكو شفت كوبري يا لهوي على المسخره يا لهوي على المسخره ده احنا بنفشخ وتلك تلك في الحلقه هنفشخهم الارسنال هيستفزوا السيتي ده العب تيجي تاكا تيجي تاكا تيجي علمهم يا الكرة يا وفاز التلميذ على الأستاذ يا جماعة صفقة يا جماعة صايل وحش قوي دي مش كرة دي مزيكا دي مش كرة دي مزيكا دي مزيكا يلا البطل اهو 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 البطل اهو لا لا العب العب تيكي وتاكا واف واح وحيكي وميكي وكله اربع دقايق يا ساتر ما تطلع يا رايا ما تطلع يا رايا يا جيل يطلع ليه هو شايفها لا هو شايفها هو شايف هو صح احنا من هنا شايفينها خطر يا لهو يا جدعان والله ما تقلقش يا جدعان يا جدعان والله انا عارفه ده انا عارفه ده انا شايفينها ايه لا ده صايع كده صايع هو دلوقتي بقى بيعملها لهم ايه اللي كل الغلطات شغل الدوري وانا بارد ده كابتن بازوكا ده ولا ايه انت معاك اتنين شغل الهاني سليمان هاني سليمان الحمد لله باذن الله اكسب بيهم احنا عايزين ان انا يبقى كده خلاص يلا نادر يلا نادر بتهالي كده ارسنال ايه وانا لسه اول دوري وانا لسه اول وانا لسه اول دوري وانا لسه اول دوري وانا لسه اول دوري وانا لسه اول دوري حلقه الجمهور اتفضح شيرت المحله ده مش توقع صح ماتش صح صح بقينا اول دوري اجلي فوتبول ضيوف زي الفل اجلي فوتبول اجلي فوتبول انتوا موسيماني اللي ماسك سكسي فوتبول بيج ماتش بيج ماتش بيج ماتش لايكات يا جماعه مفيش احلى من كده ماتش بدايه تاريخ ارسنال قلت لكم الثانيه افوز بالدوري ما حدش صدقني انها البدايه سوبر الدوري كسبنا البطل وداخلين ان شاء الله على بيت لو مأمنين باللي بقوله او مش مأمنين مش مشكله عشان الحلقات ما تروحش ده اعملوا لايك اشتركوا معانا في القناه واستنوا حلقات تانية وحلقات اوروبا نازله بكره احنا مش هنسكت هنفضل نتكلم على الماتش على مدار الاسبوع كله وهنفضل اول دوري وهنفضل اول دوري وهنفضل اول دوري وكفايه رزع قوي لحد كده